الله ذكر في القرآن ثلاث نفخات: نفخة الفزع في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين، هذه نفخة الفزع. ثم النفخة الثانية نفخة الموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثالثة نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثلاث نفخات. نعم.